واش تقول لنا اليوم هذا التاهل؟ نقول لك نشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها، والحمد لله التاهل هذا اللي حقنا فوق ارضيه ميداننا وقدام الانصار هذو اللي يستاهلوا كل خير، وان شاء الله نزيدوا نفرحوا في لافينيل. شفناك اليوم بعد غياب طويل، كيفاش كانت العوده تاعك؟ الحمد لله نورمال، راني في خير ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه. ان شاء الله على بالنا بلي مشى حلوا ليكيب تاعهم، ان شاء الله يديروا كاع اللي عليهم ان شاء الله باش نعاونوا ونسلكوا البارحه ان شاء الله. فرحاني فرحاني، كيفاش لقيتها اليوم تاهل زين؟ رضواني رضواني، التاهل صعب اليوم، واش تقول كلمه على التاهل هذا؟ الحمد لله يا ربي، نظل ردينا الاعتبار لانفسنا وتاريخ شبه الطابعين، شبيبه حق للديكليك اليوم باذن الله مع الشيخ موسى والشيخ رحمه.